انا ابي نسالك فقط غير الطعام اللي جاك يشبه الطعام اللي جاني والله يخسر. كسكسو بالبصله. ها كسكسو بالبصله. ما انا شبه متفقين لكن في كل انت ذوقك من الطعام يظن انه رشته يعني. انا الحلقه 14 القبليه، لهذا قررنا في برنامجنا نستضيف ناس ما يعرفوش بعضهم ولا شافوا بعضهم، وحنسالوهم اسئله مختلفه ونشوفوا كيف حتكون اجاباتهم. الشخصين اليوم واحد تاجوري والثاني حاسي. اهلا بكم في برنامج مساحه. شو المشكلة الليبيين مع الأحزاب؟ حقيقة أن مشكلة الليبيين مع الأحزاب هو عدم وصول الفكرة الحقيقية للهدف من الحزب، وهو أن نحن نعرف أن كل حزب لديه مشروع اقتصادي سياسي واجتماعي ينظم الحياة في 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 المجتمع، وكذلك لديه بعض النشاطات التي يقدمها للمجتمع من أجل الوصول للسلطة، والغاية هي الوصول إلى السلطة. حسب وجهة نظري أن مشكلة الليبيين مع الأحزاب هو أنهم فقدوا الثقة، وأيضا كانت تنقصهم المعرفة والدراية والإحاطة التامة بالعمل الحزبي، فعندما رأوا الممارسات الحزبية التي يعني أخذت الطابع الشخصي وتقديم المصالح الخاصة على المصالح الوطنية والمصالح العامة، هنا فقدوا العمل والثقة مع كل مسميات الحزبية بصفة عامة. هو نختلف في شيء، إن لما كانت في تجربة في 2012 في ليبيا كانت تجربة جد ممتازة في البدايات، ونحن نعلم أن هناك أصبح لدينا حزبين في ليبيا هن السيطرة على جميع الأحزاب التي أنشئت، بل أن في حزب أسس لتحالف كان هو تحالف قوي بمنتهى الكلمة، ورأينا أن ليبيا يمكن أن يخوض فيها حزبين من أجل الذهاب إلى انتخابات برلمانية أو حتى انتخابات رئاسية. يعني لما نذكر إسقاطاتنا على هذا الموضوع، حزب العدالة والبناء هذا حزب وحيد، وكذلك قوة التحالف الوطنية الذي تشكل من قبل ائتلاف حزبي تكون من عديد الأحزاب وكذلك أثبت جدارته، فاز بمقاعد ونال ثقة المجتمع في أثناء قيادة هذا المشروع، ووصل إنه يكون أغلبية من خلال تقسيم المقاعد في المؤتمر. مع احترامي طبعا لكلام الضيف، وطبعا أنا يعني لست طبعا بطبيعة الحال منتسبا لأي حزب ولا إلى أي توجه ديني أو سياسي، ولكن نحترم أي جهد مخلص صادق. يعني الناس فقدت ثقتها فعلا لأنها رأت يعني حتى هذه الأحزاب اللي ربما كانت تتمتع بالكثرة وتتمتع يعني بالبسط السيطرة في أغلب مفاصل الدولة، رأت منها يعني بعض الأعمال ورأت منها بعض التصرفات اللي خلتها تفقد الثقة في التعامل مع أي شكل حزبي سواء كان ديني أو سياسي. فعشان تقبل الناس العمل الحزبي لابد أن نكون مقنعين بأفعال حقيقية يستطيع المواطن الليبي من خلالها تصديق كل ما يرفع من شعارات، يعني نصدق كل ما يرفع من شعارات عشان أنا نشجعك ونوصلك للمقعد اللي أنت تصبو إليه. هذا من وجهة نظري. هو في حاجة لازم 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 حتى نحافظ على 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 عملية التجربة التي خذناها في أثناء الأحزاب. لما تجي لحزب تحالف القوى الوطنية هو نال على أغلبية من المقاعد الخاصة بالأحزاب في المؤتمر الوطني، ولكن التركيبة السياسية أو ما تم من مخاض داخل أروقة المؤتمر الوطني هي التي جعلت هذا الحزب الذي هو في القانون، نعم في جميع قانون البرلمانات العالم أن الحزب الحاكم الذي يحكم هو الذي يسيطر على عملية تدشين الحكومة وترشيح رئيس الحكومة. رأينا اللعبة في عملية الائتلافات، رأينا بعض الأحزاب التي دخلت كأحزاب وأخذوا مقاعد في المؤتمر الوطني انقلبوا وأصبحوا ائتلافات تركوا حتى الحزب. وممكن العيب الوحيد الذي غطى هذه التجربة أنه كان مفروض أن ندشن بأن الكرسي في المؤتمر أو في البرلمان هو للحزب وليس للمرشح مترشح. أنا نعقب يعني مع احترامي طبعا لكلام الضيف الكريم بلا شك، لكن نحب نأكد على الكلمة اللي قلتها في البداية، لابد أن نكون مقنعين، يعني نقنع المواطن الليبي بمشروعي، نقنع بصدقي، نقنع بأني أنا الحزب
ليس الولاء له كحزب لأشخاص، الولاء ينبغي أن يكون لله ثم للوطن أولاً وأخيراً، لأن رأينا أحياناً تصطدم مصالح الحزب مع مصالح وطنية فتقدم المصالح الحزبية على المصالح الوطنية. الحزب راهو الولاء للحزب ومشروع، ما فيش حاجة اسمها الولاء لله وللوطن، هذه حزب، هذا حزب يسعى للوصول إلى السلطة. من 0 لـ10 قداش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ حسب رأيكم كيف حيكون شكل الحياة السياسية بدون تدخل قبلي؟ طبعاً كل ما زاد دور القبيلة وتدخلها السياسي كل ما تقزم حضور الدولة، هذا من وجهة نظري. القبيلة ينبغي أن تمارس دورها الاجتماعي وتدفع باختياراتها اللي تراها مثالية وتعرف كيف توريها السبيل للوصول إلى الدولة عن طريق القنوات واللي من بينها العملية الانتخابية. أما دخول القبيلة ودخول الشيخ القبيلة في الدولة فهذا أمر أراه أنه لا يخدم الدولة ولا قيام الدولة أبدا. والله أنا نشوف فيها أو أرى أن غياب القبيلة في الحياة السياسية حيرد بينا لنفس التفاعل المجتمعي اللي كان في 2012. غابت القبيلة عن المشهد السياسي، و2012 كانت انتخابات مبنية على الحزبية، حتى المستقلين لم يستطيعوا استغلال، أو كانت في ذاك الوقت القبيلة نائية بنفسها عن الحراك السياسي وكان عندها الحفاظ على النسيج المجتمعي. كلام جميل، يعني كلنا اللي شفته من خلال التجربة القبلية اللي الآن في بلادنا أقل شيء في العقد الماضي، إن العمل القبلي تدخل في حتى في السلطة التشريعية، تدخل في القرار السياسي للبلد، تحكم حتى في الاختيارات الفنية التخصصية اللي مفروض تكون مبنية على آلية معينة. يعني القبيلة عندها مجالها صحيح، عندها كلمتها، لكن لما يكون التدخل حتى نعم أنا نبي نعرف أي حقبة اللي تتحدث عنها، أي حقبة، حقبة ما بعد 2014 أو حقبة 2011 أو الحقبة التي كانت 40 سنة الماضية، لأن هذه كلها كانت القبيلة تحضر وتغيب رافيا. صحيح. أنا مع احترامي سؤالك أكيد، لكن اللي شفته هو التدخل كان قائم حتى من عقود ماضية، لكن كان بنسب، لكن ما بعد 2011 وما بعد 2014 تحديدا دخول القبيلة، أو بالأحرى خليني نقول لك إن القبيلة هي الحاكم الفعلي في ليبيا حقيقة. القبيلة ومدن تحتوي على قبائل كبيرة هي اللي الآن تتحكم في الدولة، إما بفرض أسماء في مفاصل في جهات سيادية، أو بأن هي تتحكم في القرار السياسي من خلال الرفض أو القبول. هذا ما نراه. أنا الآن ضد التعميم، لأني أقول إن القبيلة لو كانت موجودة وكانت بنفس السطوة وحضورها ما كانتش حتكون في انتفاضة شعبية. الانتفاضة خرجت من مش بتأييد قبلي، ما كانش في ولا قبيلة طلعت أيدت الانتفاضة. لو أننا بنقوله هو الحاكم المستتر، ما طلعوا شباب من قبائل ومدن بعيدين كل البعد عن النسيج الاجتماعي، نادوا بانتفاضة، غيروا نظام الحكم، سلموها بعدين لساسة آخرين. الساسة هذوم أدوا بينا إلى انتخابات أولية، انتخابات غابت عنها القبيلة نهائيا. لازلت أقول كانت فيها أحزاب، كانت فيها نوع من أنواع الديمقراطية. من يلاحظ اليوم ما كان في 2012 على اللي الآن موجود في 2023 حيلقى أن هناك غياب كامل للعمل السياسي. لو سمحت لي طبعا مع احترامي أكيد لرأيك أخي الكريم، لماذا نرى الآن من هم على رأس، يعني طبعا بدون تحديد أسماء، أنا نحكي في عموميات تحصل في الغرب وتحصل في الشرق وفي الجنوب، لما يكون شخص عنده الصفة التشريعية كيف هو نراه عشان يقدم على قرار معين؟ يقول لك فلان اجتمع بقبيلته وقبيلته درت بيان
وتؤكد على الموقف اللي خضاه فلان الفلاني، السياسي الفلاني، الوزير الفلاني، القنصل الفلاني، السفير الفلاني. لماذا؟ أنا أريد أقول لك نقطة. لا أكيد نحن نحكو على مرحلة بدأت فيها القبيلة هي المعول الأساسي لدائرة السياسة. صحيح. حقيقة. صحيح. هذه حقيقة. صحيح. أنا بنسألك فقط، غير الطعام اللي جاك يشبه الطعام اللي جاني، والله يخليك. كسك سراب البصلة. آه؟ كسك سراب البصلة. ما أنا شبه متفقين، لكن في كل أنت ونذوقك من طعام يظن أنه رشدة يعني أنا. أنت رشدة؟ أنت فضلوك. لا ما في فارق في الطعام أنت والمذاق. فضلوك بالكسكس ويبدو أنه في فارق في الموضوع. أنا كسك سراب البصلة يختلف تماماً عن رشدة. في كل أنت حنذوقك من اللي جاتني. ما عندك مشكلة. من 0 لـ10 قداش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ هل احنا شعب واحد او لا؟ وعلاش؟ لا، نحن لسنا شعب واحد. من يقول ان شعب واحد معناه يعتبر انه خاش في عملية خيال. نحن أمة واحدة توحدنا في اقليم معين، تتكون من عدة قبائل، قبائل ذات اصول عربية وقبائل اخرى هم غير عرب، سواء كانوا من مكونات ثقافية او كما يدعون في تسمية المكونات الثقافية، مع أني أنا لا أحبذها. هم قبائل أخرى، سواء كانوا أمازيغ، سواء كانوا تابو، سواء كانوا طوارق، سواء كانوا هاوسا، وهؤلاء كلهم لا الشعب الواحد يجب أن يمت لأصل ومنطق ولغة ودين. نحن عندنا الدين وعندنا اللغة، والآن فيها خلاف. ممكن نسبياً نتوافق مع الأستاذ الفاضل ونقول نحن قد نكون شعب متقارب جداً، يتقارب من الناحية يعني الدينية، نكاد نكون يعني كلنا على النهج الوسطي، متقاربين في أخلاقنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، ولكن لما تحصل بعض النزاعات وتحصل بعض الأمور سواء كانت سياسية واجتماعية، نرى أن البعض يرجع إلى قواعد معينة، ينتسب من ينتسب إلى أصوله من خارج البلاد، وينتسب من ينتسب إلى أصوله يعني التي قد تكون حتى ليست بالعربية من الأساس يعني. فالكلام هذا نسبي، ولا يمكن أن نقول بأن شعب واحد على سبيل الدقة يعني. هو مش حنقدر نقوله أن شعب واحد أصلا، لأن لماذا؟ لأن هذا الأمر حقيقة. نحن عندنا ليبيا مرت بعدة عصور. العصر الأول اللي هو العصر العثماني الذي جلب لنا اليوم ليبيين عن طريق الجنسية، أنا أقول عن طريق الجنسية وليس ليبيين في الأصل، هم من أصول تركية، من جزر قريبة من تركيا، جاءوا أثناء الحملة العثمانية واليوم موجودين، واليوم ممكن أنا بمفهوم المواطنة الحديث نقدر نقول عليهم مواطنين ليبيين. عندنا تابو وعندنا طوارق وعندنا أمازيغ، وكل منهم يرى أنه هو الوريث الأصلي للدولة الليبية، ونحن كأصل عرب أو قبائل عربية وجدنا في الفتوحات الإسلامية، أي أننا نحن أمة ضمها أقليم معين. يجب أن يكون لدينا مفهوم المواطنة. لو سمح لي الضيف الكريم يعني تعزيز للكلام اللي ذهب لي، بل في الإقليم الواحد يعني في الإقليم الواحد نجد أن هناك قبائل تعيش في ذات الإقليم، بعضها له امتدادات حتى من خارج القارة الإفريقية والأسيوية، وبعض هذه الأقاليم والعائلات حتى كانت تنتسب حتى إلى ديانات غير إسلامية يعني، تصاهرت وتجاورت وتعايشت وجمعها موقف واحد. قد يكون الموقف هذا اجتماعي، موقف سياسي، ولكن لا يمكن أن نصف جهة معينة في ليبيا أو إقليم معين بأنه هو من يحتوي على يعني جذور غير ليبية. هذا الأمر ينطلي على كل الأقاليم الثلاثة، بها جذور، قبائل، عادات، تقاليد، أجناس ترجع قواعدها حتى إلى ما بعد بلاد الإسلام والمسلمين. أنا مجرد التمش
أنا ما جربتهمش. ليبيا هو لفظ أو دولة حديثة، لو جينا للتأصيل التاريخي ليبيا دولة حديثة، ليبيا أسست وتكونت في العهد الحديث، لكن في الأساس هي كانت تسمى شمال أفريقية إلى حين الخوارزمي سماها شمال أفريقية. وجدت فيها مجموعة من القبائل أثرت فيها الحملات، يعني الفينيقيين أثروا فينا، الإغريق أثروا فينا، الرومان أثروا فينا، الحملة العثمانية أثرت فينا، والحملة الإسلامية أثرت فينا. وافقوا الرأي حقيقة. من 0 to 10 قداش تقيموا نسبة التوافق بيناتكم في هذا السؤال؟ احنا هيك كملنا، تقدروا تشوفوا بعضكم توا. حياك الله يا سيدي.